نوفل يحب السهل، وبالسهلة بوكس يقدر يشوف تلفزيون براحته كيف ميلته تخليه. وطاوس جامي تحبس، بصح مرات تنسى روحها مع طابلك. وجي جي ديما تبارطاجي، وشنو خوها مهبلها. عبد اللطيف شحال خفيف. في هذا رمضان راح نساهموا ب 50 دينار لصالح الهلال الاحمر الجزائري لكل تبعات 2000 دينار واكثر، ونهديو لكم 50 جيجا انترنت مهدات ايضا عن شراء سهله بوكس. مع سهله بوكس كونكتي دارك وقعن مع عائلتك. اريد عيش الانترنت. وللحديث أكثر مشاهدينا عن هذه القضية والتسجيل الصوتي المسرب يلتحق بنا رئيس وفاق سطيف فهد حلفاية معنا. مساء الخير فهد حلفاية، ما تعليقك وردة فعلك على هذا التسجيل الصوتي والتصريحات التي استمع إليها الجميع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم. والله يا أخي أنا تكلمت مع زميل تاعكم وقال لي كاين تسريب صوتي، أنا لا علاقة لي بهذا التسريب الصوتي، ما فهمتش أنا من فابريكا وهذا التسريب الصوتي. وحاجة اللي نزيد نقولها للناس كامل باش يعرفوا، حنا لعبنا ضد فرق تلعب على السقوط، أسك تقدر ترتب مباراة مع فريق يلعب على السقوط؟ لعبنا مع نجم مقرة في راس الورد، تقدر ترتب معاه مباراة؟ أنا ما فهمتش الناس اللي راهي تدير في الفوضى. لعبنا مع بسكرة، يا هل ترى بسكرة راح يترتب معه مباراة في بلاده اللي يخسر معاك واللي هو معني بالسقوط؟ أنا ما فهمتش الناس هذو علاش راهم يديروا في الضجيج في الوقت هذا بالذات. والله ما فهمت يا أخي. أنا مع كما يقول لك كل احتراماتي للناس هذو، بصح القضية هذه أنا شخصيا ما راح نسكت عليها. أنا متأكد باللي هذا التصريح الصوتي مش لي أنا، مش الهضرة تاعي، ليس المعني بالأمر يعني، ليس صوتك، ليس صوتي، ومتأكد 100% ومفبرك. ولازم ذوك السلطات، أنا راح نرفع قضية والسلطات يعرفوا الناس هذول اللي فبركوا هذا التسجيل اللي حبوا. أنا متأكد لما درت الحوار معكم في قناة الهداف، الناس كامل كانت دايرة في راسها حلفية في سنين جوان يخطي الفريق، ولما قلت لهم إذا ما كانش كفاءة وعنده المال باش يحكم الفريق نستمر حنايا، هذو الناس بداوا يديروا في المشاكل. أنا يعني نفهم من كلامك كرئيس الوفاق فاتح الفيا أنه هذه التسريبات جاءت يعني هذه الفبركة من داخل يعني محيط الوفاق. هذا شوف رسمي من عند الناس تاع وفاق سطيف هنايا، ماشي الناس اللي راهم يخدموا في وفاق سطيف، اللي راهم حابين يشدوا وفاق سطيف. والناس هذو نعرفهم كاين ثلاثة عباد اللي راهم يديروا في المشاكل هنا في وفاق سطيف، والسلطات راح تاخذ معهم الإجراءات، وأنا مش راح نتعاطف معهم الخطرة هذه. أنا هذه الخطرة ما نتعاطفش، أنا راح نرفع قضية وما نتعاطفش مع الناس هذو اللي مسوا بالشرف تاعي أنايا والشرف تاع نادي وفاق سطيف، لأن وفاق سطيف راهو يلعب في كرة الناس كامل تتكلم على الكرة هذه، حبوا يقولوا باللي رانا نرتبوا في المباراة. الناس هذو ان شاء الله رايحين يديو حقهم ان شاء الله مع العداله ان شاء الله. واضح. وهناك انديه ايضا عبرت عن استيائها على غرار نصر حسين داش شباب بلوزداد بعدما وصل اليهم هذا التسجيل الصوتي، عبروا عن استيائهم وطلبوا الرابطه بالتدخل ورفع قضيه في هذا الخصوص. يا اخي شوف، انا نصر حسين داي، احنا نصر حسين داي راه مخاوتنا وجميله عندنا معاه مشكل، وشباب بلوزداد كذلك، والناس كامل يا اخي انتم قناه الهداف، الناس كامل شافوا وفاق سطيف الكره اللي راهو يلعب فيها. يا هل ترى الكره اللي رانا نلعبوا فيها تستاهل باش نرتبوا المباريات؟ والله انا رانا نربحوا كره القدم، وحنا الفرق اللي لعبنا معها، كل الفرق اللي لعبنا معها ما تقدرش ترتب معها مباراه. لعبنا خارج الديار قلت لك مع مقرى، ولعبنا مع بسكره، هذو الفرق تقدر ترتب معهم المباراه؟ ما تقدرش ترتب معهم المباراه، لان هذو الفرق معنيين يلعبوا بتفادي السقوط. رحنا لعبنا احنا مع البرج، ورئيس البرج الناس كامل سمعت باللي قال لهم انا الكاس هو الهدف تاعنا، راح ترتب معاه مباراه باش تربح الكاس. يا اخي الناس هذو الله يهديهم. انا على بالي الحوار اللي درته في قناه الهداف بانه الى ما كانش كفاءه اللي يستاهل يكون في نادي وفاق سطيف وعنده المال رايحين نستمر احنا على راس النادي، هذا الشيء حرجهم بزاف وداروا المشكل هذا. علاش جاء التصريب في الوقت هذا بالذات؟ البطوله متوقفه منذ شهرين، جاء التصريب في هذا الوقت بالذات، لما حلفايا دار كومينيكي مع الهداف اللي الى ما كانش كفاءه رايح يكون المكتب هذا والاستقرار في تسيير النادي.
احنا نقول لهم ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل رايحين تاخذوا حقكم مع العداله ان شاء الله. لديك ادله بهذا الخصوص فاتح الفايه لاجل مقاضاتهم؟ السلطات هي السلطات المعنيه بالامر هي اللي راح تحقق في هذا وتشوف الى هذا الكلام تاع الفايه. والله الكلام هذا مو فبرك، تشوف هذه الى كاينه مكالمه انا يروحوا يجيبوا كل رؤساء الانديه كون يلقاو حلفايه يتكلم مع رئيس نادي في ترتيب مباراه، انا نتحمل كل العقوبات اللي راحين يديروها. انا متكلمت مع حتى رئيس في ترتيب مباراه وجامي له، لكن هذا في هذا التسجيل الصوتي كان الحديث ربما مع احد المناجره المعروفين. يا اخي انا شوف نقول لك انا المناجر نتكلم معاه في الماركاتو، من غير الماركاتو ما عندي حتى مناجر نتكلم معاه. وكاين مناجر هو هشام بوعود الصديق تاعي واللي ديما نكون انا وياه، هشام بوعود هذه ماهيش الصوت تاعو لما سمعنا التسجيل ماهوش هشام بوعود، اما مناجر اخرين ما عندي ولا كلام معهم الا في وقت الماركاتو. المهم فاتح الفايه تنفي انه هذا التسجيل هو ليس لك. هذا ليس تسجيل صوتي اللي تكلمت انا مع اي شخص، وهذا راه مفبرك 100%، وفي القريب العاجل تعرفوا باللي مفبرك وباذن الله راح يبان لي فبرك هذا التسجيل الصوتي. واضح. ما هي رسالتك لانصار وفاق سطيف الذين هم في حاله غليان الان بعد تسرب هذا التسجيل؟ انا شوف انصار نادي وفاق سطيف كاين زوج عباد كانوا معايا في بدايه الموسم، ولما لقيت باللي النيه تاعهم خاسره هما اللي راهم يديروا في الفوضى هذه، والزوج عباد هذو كامل على بالهم شكون، وراهم يغلطوا في الانصار وكل خطره يروحوا يديروا ضجه. بصح باذن الله رايحين نكشفوهم في العداله في اقرب وقت ممكن، مانيش راح نتعاطف معاهم خلاص، كانوا معنا في المكتب في بدايه الموسم، ولما من بعدها مشاو خرجوا من نادي وفاق الطيف حبوا ضكا يديروا الفوضى وحبوا يديروا المشاكل، وانا مانيش راح نتعاطف معاهم. انا راح نقول لك هذا شهر التوبه والغفران وشهر رمضان، وكنت راح نرفع قضيه بهذا الانسان، وجاوا لي ناس وقالوا لي رانا في شهر التوبه وشهر الغفران وسمحت في هذا الامر، بصح دوكا مانيش راح نتعاطف مع الناس. واضح. شكرا لك فاتح الفايه، ستكون هناك مداخلات مستقبلا ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. صح الطرق. شكرا لك فاتح الفايه رئيس وفاق سطيف الذي تدخل معنا عبر الهاتف ونفى نفيا قاطعا ان يكون هذا الاتصال خاص به وانه تم فبركه هذا الاتصال والتسجيل الصوتي، وسيقاضي الاطراف المشبوهه.